السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، اموركم طيبه وليداتكم الحمد لله. الاخوه اللي ما مشاركش قناتي يشارك فضلا وليس امرا، يفعل جر الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. اليوم اخواني اخواتي جينا لكم بالطريشلات او بالقرص، ساهلين وطريقه مبسطه، يعني ما فيها لا تعقيدات لا والو، كينجحوا 100% كيجيو مفششين. تبعوا معايا غير الطريقه وينجحوا معاكم ان شاء الله. عندي هنا كاس ديال السكر حبيبات، عندي هنا كاس ديال زيت المائدة، عندي معلقة صغيرة ديال النافع، معلقة صغيرة عفوا معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال الجنجلان، معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة، معلقة كبيرة ديال خميرة ديال الدار أو خميرة فورية، عندي فاني وحدة ساشي، وعندي خمارة ديال الحلوى وحدة، عندي ربعة البيضات. هنا غنستعملو عفوا هنا غنستعملو جوج بيضات، وهنا غنستعملو غير الصفر ديال البيض. غتشوفو معايا الطريقة كيفاش. وعندي هنا السيطرو ديال الحليب يكون دافي. ندوزو على بركة الله، ندوزو على بركة الله. كيفما كتليكم غادي نبداو بالبيض، كتشيلنا وناشف بسم الله. عندي هنايا كيما شفتو جنجلان و نافع وحبة حلاوة، غنزيد عليهم فاني، غنزيد عليهم خمارة ديال الحلوى وزن 8 غرام، وكاس الزيت. هاد الكروسات كيجيو زوينين، تقدرو تخبيهم ديرهم بكمية عفوا قبل ما ننسى. وعندي كيلو ديال الطحين، الطحين غنشوف عيني ميزاني واش كيلو ولا ربع خرجني، ولا واش 600 غرام ولا كيلو اللي خرجني ديال الطحين. عندي بيضة كاملة وحدة، هاد ثانية، هنا غنستعمل كما قلت لكم، هنا غنستعمل كما قلت لكم غير غندير البياض بوحدو، غادي نحتاجو باش غندهن بيه، نديرو فشي زلافة كما كتشوفو بحال هكا، والصفر غادي ندير الصفر هنايا باش منضيعوش، غنحتاجو نديرو هنايا، غنبغي ندهن بيه القرص ديالي. نوريكم هنا الكاميرا باش تبان، كما كتشوفو البياض غنديرو هنا فهاد الزلافة، البيضة الثانية والصفر غادي نديرو هنايا. صافي هذا غنحتاجو من بعد ملي غادي نبغي ندير القرص. صافي وغادي نخلطو العناصر ونزيد نضيف الحليب، الحليب يكون دافي كما قلتلكم، ما يكونش بارد الحليب كما كتشوفو. كنحاولو نذوبو ديك الخميرة ديال الدار وديك الحبيبات ديال السكر، هاد الحليب كيذوبهم، داكشي علاش قلت لكم الحليب يكون دافي. صافي كنبقى ندير نص سيترو كامل ديال الحليب، نصف لتر حليب، كنبقى نحرك بحال هكا ديك الكيه بصبعاني باش يذوب هداك السكر الحبيبات اللي كاين معانا، وديك ديك الخميره. منين كيذوبو كامل العناصر غادي نبدا نزيد الطحين تدريجيا، كنبقى نزيد الطحين كما قلت لكم تدريجيا بسم الله. كندير الزلافه الاولى، كل زلافه عندي فيها 250 غرام، كنبقى نحرك بحال هكا تيدخلو العناصر مع بعضها. كنزيد الزلافه الثانيه، عيني ميزان حيت انا كنزيد وكنشوف واش يكفاني ولا لا. غادي نزيد كما كتشوفوا العجين ها هو تجمع معايا، غادي ناخذ شويه زيت المائده، حنا غنديرو في الكف ديال اليديه
صافي كما كتشوفوا ها هي العجينه تجمعات تقريبا خدات مني 4 3 زلافات ونص ديال الطحين. صافي كنجمعها بحال كتكون العجينه صافي كنغطيها كما كتشوفوا غنغطيها ونخليها تقريبا واحد الساعه بما خمرات ونرجع معكم تشوفوا الطاطا ديال التكراس ديالها كيفاش دايره. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. من بعد اخواني اخواتي ما خمرت لينا الطاشل ديالنا او الكروس كما كتشوفوا طلعوا هنايا. غادي نحاول نخرج داك الهواء اللي كاين فيها. خليناها خمرت ساعه. غندير شويه الزيت في يديا كما كتشوفوا. صافي غادي ناخذ باش نشكلها كويرات على هكا. غنديرها نخرجها غير صغيره كما كتشوفوا. عندي هنا الصفيحه ديالي دهنتها ب واخا درت واط الزبده عاود دهنت من الفوق باش ما تلصقش ليا. غادي نديرها هنايا نقطعها نحاول نبعد بينا وبين اختها. نحاول نديرها صغيرة بحال هاد القياس نبعد بيناتهم. حاولوا دهنوا يديكم بشوية الزيت بحال هكا. باش ما تلصقش ليكم. حطوها هنايا حتى هي. صافو غنبقى غادي نص الطريطة حتى كتكمل نكملو العجين ديالنا ونعاود نتلاقى معاكم ان شاء الله. خليكم معايا. من بعد اخواني اخواتي ما كملنا الكويرات ديالنا غادي نحاولوا نضغطوا عليهم بحال هكا كما كتشوفوا. نضغطوا شويه تنعاودوا نخليهم ثاني يعاودوا يخمروا تقريبا واحد ربع ساعه او 25 دقيقه كما كتشوفوا. صافي كندهنهم بداك البياض البيض اللي خلينا في الاول اللي كنا خلينا كندهن الوجه ديالها ديال القرص. فالطوني راه كيجربوهم راه كيجيو زوينين البنات يعني الكاسكروت والكوتي ولا جا عندكم شي حد بحال هكا تقدروا توجدوهم وكيخرجوا واحد الكميه وفيره يعني كيحمروا الوجه بصراحه. وتا الوليدات اللي كانوا غادي للمدرسه بحال هكا كيديو معاهم الكوتي يعني كتحير شنو تصاوبي بلا ما تاخدي لي شي حاجه من الحانوت او من الدكان راه ما حاجه الدار ما كاين ما احسن منها. كتعرفي شنو كتوكلي لوليدك او بنيتك الله يخليهم ليكم. المهم اخواني اخواتي هانتوما كيف شفتوا غادي ندير شويه الجنجلان. عندكم الزنجلال البيض ديروه عندكم هذا ديروه اللي متوفر ديروها شويه تندهنوا. صافي كنخليهم يخمروا واحد ربع ساعه ونعاودوا نرجعوا نطلعوا ان شاء الله. من بعد ما دازت ربع ساعه كما كتشوفوا ها البروس ديالنا خمروا غادي نشعل عليهم الفران. الفران على 180 درجه حتى 200 درجه 180 سخن الفران على 200 ومن بعد ندخلوهم نقصو شويه نخليو على 200 الا كان على 180 عفوا الا كان ديال الغاز كان ديال الضو كان ديال الا كان ديال الضو الا كان ديال الغاز نشعلو غير تحت تيطيب لينا الكروس ديالنا مزيان. نخليهم يطيبوا على خاطرهم ما نحلوش عليهم الفران تقريبا واحد نص ساعه ومن بعد نبطوهم تحت يتحمروا ونطلعوا من بعد ما يطيبوا. خليكم معايا. من بعد اخواني اخواتي ما خرجنا القرص ديالنا نتوما كما كتشوفوا كيعطينا هذه الكميه تبارك الله الوفيره يعني تقريبا كيلو الا ربع ديال الفروس عطاتنا هذه الكميه تقريبا شي 24 حبه. نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم
تبارطاجيو الفيديو مع الناس والاهل والاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. ورجاء كملوا لي الفيديو حتى الاخير. نتوما كما تشوفوا كتجي كيجيو محمرين هانتم فشفشين، يعني شي حاجه روعه روعه روعه. نتوما كما كتشوفوا كيجيو من الداخل مقطنين. نتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وتحاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الناس والاهل والاحباب. وشكرا لكم، والى فيديو اخر ما تنساونيش لي لايك وتبارطاجيو الفيديو. شكرا لكم.